الآن الدول المتقدمة نسبة المتطوعين اللي غادي تمشي تقدم تخدم في شي إدارة كتقدم الدبلوم اللي خصصي عليه طبيب مهندس مسير إلى غير ذلك، وبالإضافة لذاك الشيء في السي في ديالك شحال دوزتي في العمل ديال التطوع، شحال من جمعية خدمتي فيها، شحال ديال الأعمال خارج المجال التخصصي ديالك كنتي، فتؤخذ بعين الاعتبار مساهمتك في قضايا الأمة وما نعبر عليه في الحركة الإرسالية، أي إلى هامشي وعلى هامشي هذه الوظيفة، ما هي مهمتك؟ ما هي حضورك مع الناس في قضاياهم؟ هذا أصبح منطق يقدر ويدخل في المعايير تقييم الإطار الحقيقي أو الإطار العضوي كما سميته.